بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أول نفتح البرنامج. ممكن تفتح البرنامج لو عندك الأيقونة بتاعته على سطح المكتب أو من قائمة ستارت. طبعا هنبحث عن الباوربوينت لغاية ما نوصل له، أو ممكن لو عندك في التاسك بار شريط المهام هنا تثبت الأيقونة بتاعته، ممكن برضه إيه تفتحوا بيها بالضغط كليك شمال مع بعض. يبدأ يفتح البرنامج. دي الواجهه الرئيسيه لبرنامج مايكروسوفت باوربوينت، مهمه جدا جدا. طبعا اول ما بيفتح الواجهه دي، وانا اقدر اختار نوع الملف اللي انا عايز ابدا بيه او ملف البدايه. طبعا ملف البدايه احنا هنبدا بملف فاضي، هنختار بلانك برزنتيشن، ملف فاضي يعني او فارغ. استاذنكم بس لو في اي حد من الزملاء كان معلق يعني يبلغني ان انا ايه ادخل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول ما نبدا ندخل في البرنامج بنشوف او تظهر قدامنا الواجهه الرئيسيه والانترفيس بتاعت البرنامج. الواجهه الرئيسيه دي بيجي عليها في حدود ربع الامتحان في الاسئله، ربع الامتحان او اكثر من ربع الامتحان في الاسئله عن الواجهه الرئيسيه. طب ايه اللي بيظهر فيها قدامي؟ من فوق خالص ده اللي باللون الاحمر عندنا، ده بيسموه التايتل بار، شريط العنوان. وشريط العنوان ده بيبقى فيه الاتي: الاقصى اليسار، طبعا لو عربي غير الانجليزي، احنا النسخه اللي قدامنا حاليا نسخه انجليزي، فهنلاقي على اقصى اليمين زر الكلوز او الاغلاق، زر الماكسمايزر وستور داون اللي هو التكبير والاستعاده، والزر ده بقدر من خلاله ان انا اصغر نافذه البرنامج في الشاشه قدامي او ان انا اكبر نافذه البرنامج زي ما حضراتكم شايفين. والزر الثالث اللي هو مينيمايز، وده مسؤول عن اخفاء او انزال لنافذه البرنامج في شريط المهام بالشكل ده كده. طبعا بالضغط الثاني عليها تبدا تظهر معايا. بعديه مباشره الزر المسؤول عن اخفاء واظهار الريبون، اقدر اتحكم انا ايه اللي يظهر بشكل ايه اللي يظهر او الطريقه بتاعه ظهور الريبون زي ما هنشوف بعد شويه. واقدر من هنا كده ان انا هعمل لها اخفاء، او ان انا اظهر التبويبات الرئيسيه فقط، او ان انا بظهر التبويبات الرئيسيه والاوامر الموجوده او الخاصه بها. جنبها مباشره اسم المستخدم. طبعا المستخدم انا حاليا داخل بالاسم بتاعي. هنا بقى لو في مميزات انت عايز تعرضها او تعرف حاجات عنها ممكن تدوس عليه، هيقول لك ايه الحاجات الجديده اللي اتضافت في البرنامج. ثم صندوق البحث لو انت عايز تبحث عن حاجه معينه داخل البرنامج. ثم اسم البرنامج او التطبيق باوربوينت حاليا، واسم الملف الحالي وبياخد اسم تلقائي برزنتيشن 1 برزنتيشن 2 برزنتيشن 3 على حسب عدد الملفات اللي حضرتك فاتحها حاليا. ثم الجزء اللي غايه في الاهميه في الامتحان اللي هو الكويك اكسس تول بار، شريط الوصول السريع، اللي هو الشريط ده هو مجموعه ادوات من اول السيف ده لغايه السهم الصغير ده، شريط الوصول السريع. والشريط ده شريط موجود فيه بشكل افتراضي، موجود في التايتل بار، بتظهر فيه بعض الاوامر الاكثر استخداما بالنسبه للمستخدم. طبعا تستطيع حضرتك كمستخدم انك تحذف وتضيف فيه، او انك تخفي وتظهر. ثم الامر اوتو سيف، والامر اوتو سيف وسيف ده هيبقى موجودين في الاوفيس الحديث فقط. الاوفيس القديم الامر ده مش موجود، لكن موجود في الاوفيس الحديث لو انت شغال على الون درايف بتاعتك او شغال على السحابه الالكترونيه. نرجع مع بعض كده. ده الجزء الاول من الشاشه او من نافذه البرنامج. تحتيها مباشره حاجه بيسموها الريبون او لوحه الاوامر او الشريط. المنطقه دي كده كلها اسمها الريبون، اللي فيها التبويبات وفيها الاوامر الخاصه بالتبويبات. فهنلاقي اول تبويب عندنا تبويب فايل او ملف، هوم او الرئيسيه، ادراج او انسيرت، درو، طبعا درو ده مش موجود في الاصدارات السابقه، الديزاين او التصميم، ترانزيشن اللي هو حركات او الانتقالات، ثم الانيميشن حركات مخصصه، سلايد شو والريفيو والفيو والهيلب، وحاجات ثانيه اضافيه لو انت حابب تضيفها او حابب تنصرها او في برامج انت بتستخدمها. هنلاقي برضو في نفس الخط ده هنلاقي هنا الكومنتات او التعليقات، لو حبيت تظهر او تخفي التعليقات.
ثم ريكورد لو انت عايز تعمل تسجيل للباوربوينت بتاعك بحيث انك تعمل المحاضره فيديو وترسلها للطلبه او تبعتها على المنصه الالكترونيه او على اليوتيوب. ثم لو عايز تعمل مشاركه للملف بتاعك تعمل مشاركه برضو لو انت شغال على الاندرويد تحتيها مباشره. هلاقي بقى الكوماندز او الاوامر. كل تبويب من دول فيما عدا التبويب فايل هلاقي كل تبويب بتقسم الى مجموعات. كل تبويب بتقسم الى مجموعات. على سبيل المثال التبويب هوم هنلاقي فيه المجموعه كليبورد او الحافظه ودي فيها اوامر القص والنسخ واللصق ونسخ الفورمات او نسخ الفورمات. التبويب سلايد وتبويب سلايد ده فيه الاوامر الخاصه باضافه الشرائح والتعديل على تخطيط الشرائح. التبويب فونت طبعا الكلام ده خدتوه سابقا في الوورد. التبويب فونت ده او تبويب خط او مجموعه اقصد خط فيها كل الاوامر الخاصه بالخط زي نوع الخط وحجم الخط ولون الخط وخلفيه الخط وتكبير وتصغير والخلفيه واللون وانك تعمل الخط الاسه او الاساس الى الكلام ده كله ان شاء الله هنحاول نتطرق ليه يعني. المجموعه باراجراف او مجموعه فقره طبعا اوامر المحاذاه وتعداد النقط والرقم الى اخره. المجموعه دروينج او رسومات. المجموعه اديتنج او تحرير المجموعه دي مهمه في الامتحان. المجموعه ديزاينر والمجموعه دي مش موجوده في النسخ القديمه يعني. المجموعه فويس ودي فيها الامر ديكتيت والامر ده برضو مش موجود في الاصدارات السابقه انك تقدر تتكلم والبرنامج يكتب مباشره. تحتيها على طول هنا النافيجيشن بان بتاعتنا بيسموها السلايدز بان. حرف الاس ده مهم جدا. اسمها المجموعه اللي هنا دي او المنطقه اللي هنا دي اسمها سلايدز بان. سلايدز بان عشان دي بتيجي في الامتحان اسمها هي حضرات المنطقه دي اللي هنا اللي بتظهر فيها الشرايح مصغره اسمها سلايدز بان او بيسموها يعني العمود بتاع الشرايح او البار بتاع الشرايح او اللوحه بتاعت الشرايح. جنبيها مباشره المنطقة العمل بتاعتي ومنطقة العمل في برنامج الباوربوينت بنسميها سلايد. منطقة العمل في برنامج الوورد اسمها بيج او صفحة. منطقة العمل في الاكسل اسمها شيت او ورقة عمل. منطقة العمل في برنامج الباوربوينت اسمها صفحة اسمها سلايد او اسمها شريحة. طبعا تظهر معايا المسطرة الافقية والرأسية. لو نزلت لتحت كده هنلاقي هنا اخر حاجة في المنطقة اللي من تحت عندي حاجتين. عندي حاجه بسموها النوتس بان والمنطقه دي انا بكتب فيها الملاحظات. لو في ملاحظات داخل الملف بتاعي بضيفها في الجزئيه دي كده والجزئيه دي بتظهر اسفل الشريحه بتاعتي. استاذ الزميل مشغل المايك. الزميل مشغل المايك. استاذ نفس المايك. دكتور في ناس عايزه تدخل مفيش حد عليه كله داخل عليه. النوتس بان والمنطقه دي بكتب فيها اي تعليقات او ملاحظات خاصه بالشريحه بتاعتي. وتحتيها من تحت حاجه اسمها او شيء اسمه ستيتوس بار وده مهم جدا جدا جدا. ستيتوس بار ده مهم جدا بيجي عليه تقريبا سؤالين او ثلاثه في الامتحان. الستيتوس بار ده او شريط الحاله بتظهر فيه عده حاجات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. وحضرتك بدات من متى بس عشان البرنامج كان مش راضي يفتح معايا. بدانا من 10 دقائق. طيب يعني شرحت كتير؟ لا انا لسه في الوجهه الرئيسيه للبرنامج. ماشي شكرا دكتور. الاستيتوس بار محدد بيظهر فيه رقم الشريحه وعدد الشرائح. والسؤال ده بيجي في الامتحان مهم جدا انه الاستيتوس بار او شريط الحاله ده تظهر فيه يعني هو في اسفل النافذه بتاعت البرنامج. هذه اعلى النافذه لكن في اسفل النافذه من تحت خالص هنلاقي شريط الحاله او الاستيتوس بار تظهر فيه على اقصى اليسار كده عدد الشرائح اللي انا بستخدمها او انا عملتها في البرنامج ده او في الملف اللي قدامي وانا في الشريحه رقم كام حاليا. فهو هنا بيقول لي سلايد 1 اوف 1 يعني انا في الشريحه حاليا رقم واحد من اصل كام شريحه من اصل ايه شريحه واحده. اللغه النشطه حاليا اللي هي لو انا ادرجت الماوس لو بدات اكتب ثم طبعا هنا بيقول لي Arabic Egypt ثم هتلاقي على اقصى اليمين طرق العرض المختلفة للبرنامج وان شاء الله هنطرق من بعد شوية. فالطريقة اللي احنا فاتحينها حاليا دي اسمها النورمال. النورمال فيو اللي هو بيجيب لي شرائح مصغرات على الجنب كده والشريحة اللي انا شغال عليها بشكل كبير ودي الطريقة الوحيدة داخل برنامج الباوربوينت اللي بتمكنني من اجراء
كافة عمليات التحرير، الكتابة والحذف والتصحيح والتكبير والتصغير، كل العمليات أنا عايز أعملها أقدر أعملها في وضع النورمال فيو. جنبيها وضع السورتر فيو أو السلايد سورتر، وده وضع فرز الشرايح، وده أقدر أعمل حاجات معينة فيه إن شاء الله نحاول ناخد بإذن الله. ثم الريدنج فيو، وده فيديو في الامتحان، والريدنج ده وضع القراءة فقط، ده أغلب الأوامر بتكون غير نشطة غير موجودة، وده بيمكنني من قراءة الملف أو المستند قدامي بدون استخدام الأزرار والأوامر. وعلى هذا الأساس لا يمكن إجراء أغلب عمليات التحرير في وضع الريدنج فيو. ثم رمز الكاس، ده ورمز الكاس ده في وضع عرض الشرائح في وضع ملء الشاشة. ثم الزوم بتاعي، التكبير والتصغير، أو بسموه اللي هو السلايد هو الشريط الخاص بتكبير وتصغير الشرائح، وده مهم جدا في الامتحان. أقدر أتحكم في تكبير وتصغير الشريحة اللي أنا واقف فيها حاليا من خلال هو إيه الرمز ده، كل عليا أن أنا على الموجب والسالب ده بصغر وبكبر، أو من خلال الرولة الصغيرة دي أقدر أكبر وأصغر الشريحة الحالية فقط، ملهوش علاقة بالشرائح كلها، هو شغال مع الشريحة اللي أنا واقف فيها دلوقتي. جنبه بقى الأمر الأخير ده اللي هو الفلت، اللي هو بيعمل لي تحسين أو ضبط لأبعاد الشريحة على حسب المساحة الفاضية جدا. ده بشكل سريع كده اللي هو الصفحة الرئيسية أو الشاشة أو الواجهة الرئيسية لبرنامج الباوربوينت. أحد من حضراتكم لي أي تعقيب على الجزئية اللي عدت؟ يا دكتور ممكن حضرتك تسجلنا المحاضرة بعد إذن؟ أشغل التسجيل. صوت وصورة دكتور؟ صوت وصورة. شكرا يا دكتور. دكتور معلش آخر جزئية دي بس، اللي هي في شريط الحالة. شريط الحالة ده حضراتكم بيظهر لي مجموعة من أوامر الملف اللي قدامي، بيظهر لي طبعا شريط الحالة موجود أسفل النافذة بتاعت البرنامج أو أسفل الواجهة، وبالتالي كل الكلام اللي هو داخل شريط الحالة ده موجود أسفل نافذة أو واجهة البرنامج. أولهم عدد الشرائح، الملف اللي قدام ده فيه كام شريحة وأنا واقف في رقم كام أو في شريحة رقم كام، هتجي من تحت خالص كده. جنبه على طول هنا اللغة النشطة، لغة الكتابة، لو أنا حبيت أكتب دلوقتي هنا كده بيقول لي انت حاليا شغال تكتب عربي، اللي هو حضرتك طبعا اكيد شايفين المؤشر تحت. على الاقصى اليمين هنلاقي هنا طبعا النوتس بقى، طبعا اللي هو ملاحظات دي فاضيها وشويه. جنبيها على طول هنلاقي طرق العرض بتاعت المستندات، طرق عرض مستندات الباوربوينت. احنا حاليا في وضع النورمال فيو. وضع النورمال فيو ده اللي هو شريحه مكبره وباقي الشرايح مصغرات جنبيها كده. ممكن نقول سورتر فيو اللي هو ده كده طبعا شريحه صغيره، او الريدنج فيو اللي هو ده طبعا احنا لسه ما عندناش اي محتوى عشان نحول عليه. ثم رمز الكاس، وده وضع ملء الشاشه. ثم التكبير اللي هو الزوم سلايدر، اللي انا بقدر اكبر واصغر من خلاله الشريحه الحاليه فقط، اللي هو كده صغرت الشريحه او كبرتها كده، او من خلال الرولة دي انا اقدر اكبر واصغر رؤيتي أو مستوى تكبير الشريحة فقط اللي قدامي بدون التأثير على الشرائح اللي في الجنب، أو أقدر أعمل نسبة وتناسب ما بين حجم الشريحة قدامي وبين المساحة الفاضية في البرنامج من خلال الضغط على الزر الموجود على الجنب. في أي إضافة أو في أي حد ليه أي طلب تاني قدام أتعدى الجزئية دي؟ ماشي دكتور، اسم الشريط إيه؟ اسم الشريط؟ ايوه ايش الشريط ستيتوس بار او شريط الحاله، شريط الحاله او ستيتوس بار. ستيتوس بار. شكرا يا دكتور. تمام كده؟ طيب تمام يا دكتور. طبعا هو البرنامج بيديني ملحوظة ان هو هيقفل بعد 10 دقائق، فاحنا حتى لو قفل بمجرد ان يقفل انا هبدأ طبعا افتح التطبيق ثاني. نروح مع بعض بقى، لو انا حبيت انشئ ملف جديد كل عليا من قائمة ملف. طبعا قائمة ملف سريعا كده هنلاقي اول امر فيها الهوم، الامر نيو
جديد الامر اوبن، والاوبن ده بيساوي كنترول او. الامر اوبن ده اعتقد ان هو بيجي في امتحان بس ما اعرفش في انهي امتحان منهم. كنترول او لو حبيت تفتح ملف وورد جديد لو انت شغال في الوورد، او اكسل لو انت شغال في الاكسل، باوربوينت لو انت شغال في الباوربوينت الى اخره. يعني حبيت تفتح ملف جديد بتدوس كنترول او. كنترول او او اوبن بيجيب لك المربع الحوار الخاص بملفاته، وطبعا انت تختار المكان زي كده وتبدا ايه تبدا تختار الملف. تفضل. ايه الفرق بين اوبن ونيو؟ حاضر هقول. اوبن ده بفتح بيه ملف موجود سابقا اتعمل ومحفوظ على الجهاز قبل كده، او على اي وسيط تخزين، او ملف انا اتعاملت معاه سابقا على البرنامج، يعني انا اشتغلت عليه امبارح النهارده الصبح، يعني اشتغلت هو موجود بالفعل. لكن نيو ده لو انا عايز انشئ ملف، لان لسه ايه هعمل اما ملف فاضي او قالب جاهز انا هعدل فيه. تمام يا دكتور. انفو او انفورميشن، ودي هناخد منها امر خاص بحمايه الملفات. طبعا تعرض لي مجموعه من البيانات عن الملف ده، تاريخ الانشاء وعدد السلايدز بتاعته ومين اللي انشاه والفئه بتاعته، الكلام ده ايه بالتفصيل. يعني الامر سيف والامر سيف از. الامر سيف بيساوي كنترول اس الكيبورد، سيف از بيساوي اف 12. ماشي حضرات. الامر برينت او طباعه، الامر شير او مشاركه، طبعا احنا مش هنعمل مشاركه دلوقتي. الامر اكسبورت او اخراج، الامر كلوز اغلاق، الامر اكاونت فيدباك، والامر اوبشن. احنا دلوقتي هنشتغل على الامر نيو. فلو انا حبيت انشئ ملف جديد عندي خيارين. الخيار الاول ان انا ابني قائمه فايل زي كده، فايل او ملف، واقول له نيو جديد، وبيقول لي هل انت عايز ملف جديد فاضي بلانك برزنتيشن حاجه فاضيه يعني او فارغ، ولا عايز تصميمات جاهزه قوالب جاهزه يعني ملفات سابقه الاعداد مدرجه او مدمجه مع البرنامج وانت هتاخدها وتعدل فيها. طب الامر كنترول الامر نيو ده لو انت عايز تنشئ ملف فاضي ممكن تعملها بطريقه ثانيه، اللي هو كنترول زائد حرف الان مش الام عشان الاثنين بيجوا في الامتحان. كنترول ان اللي هو حرف الياء المرجعه فوق المسطره، كنترول ان اللي هو حرف الان بالانجليزي. كنترول ان دي ينشئ لي ملف جديد فارغ. لكن كنترول ام اللي هو حرف الت المربوطه يعني ده بيدرج لي شريحه جديده. فعلى كل حال لو حبيت تنشئ ملف فاضي هتدوس هنا كده وهو انشئ ملف فاضي، او لو حبيت تنشئ ملف بناء على قالب موجود كل عليك هتقول له نيو، وتختار انت هنا في مجموعه قوالب كتير اختار القالب اللي انت عايزه. ملف البدايه بتاعك ياخد ده مثلا كده، اختار ده كده واقول له كرييت. انا بختار ده واقول له كرييت كده، هيبدا ينشئ لي الملف بتاعي بناء على القالب اللي انا اخترته زي كده. اهو قالب جاهز، كل عليه بس ان انا ايه ابدا اعدل فيه، اشيل الصور دي واختم مكانها، او احط صور من عندي، اشيل الكلام واحط صور من عندي او كلام من عندي، كل واحد يعني على حسب ما هو عايز. هو البرنامج بيدينا مجموعه من التنسيقات الجاهزه او الملفات الجاهزه. انا اقدر لو انا ما عنديش خبره في البرنامج ان انا اشيل زي كده، اشيل واحط مكانها الى اخره. احنا بشكل عام هنبدا من ملف جديد فاضي، فاما من قائمه فايل ونيو واختار بلانك برزنتيشن، او ادوس كنترول وحرف الان مع بعض يفتح لي مستند جديد فارغ. ماشي يا دكاتره؟ تمام يا دكتور. طيب نبدا مع بعض. هذا عندي اول شريحه. طبعا عشان ادرج عنوان او اكتب لازم يبقى عندي تكست بوكس مربع نص، عشان هنشوف بعد شويه انه زي ما قلت انا وحده العمل عندي اسمها ايه؟ اسمها شريحه. الشريحه دي ليها تخطيطات يعني ليها تقسيمات، فانت بتختار التقسيمه اللي تناسب شغلك. ممكن تبقى شريحه قدامك فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه، ممكن تبقى شريحه فيها تقسيمتين، ممكن تبقى شريحه فيها ثلاث تقسيمات الى اخره. ده بسموه لاي اوت او تخطيط في برنامج الباوربوينت. انت ممكن تعمل تخطيط من دماغك، لكن احنا دلوقتي هنشتغل واحده واحده. انا عندي شريحه دلوقتي وحبيت اكتب فيها لازم يبقى عندي مكان اكتب فيه. المكان اللي انا بكتب فيه اسمه تكست بوكس، اسمه ايه؟ مربع نص. ادرجه من فين لما لقيته مش موجود عندي؟ من قائمه انسيرت كده هنا، واقول له انا عايز تكست بوكس من هنا كده. تكست بوكس يعني مربع نصي بحيث ان انا اقدر اكتب في المكان اللي قدامي. على كل حال هنقول له احنا هنا
طبعا انا كل واحد من حضراتكم هيشتغل معايا، يعني يمسك اي موضوع خاص بي ويبدا يشتغل عليه. انا هعمل حاجه معينه كده عن موضوع خاص بي او خاص بالتخصص مثلا، فكل واحد يختار موضوع معين ويبدا يعمل عنه باور بوينت في الزملاء اللي هيشتغلوا معايا. انا حتى مثلا منتجات نحل العسل، اول شريحه بتظهر قدامي، اول شريحه بتظهر. اتفضل. المفروض منتجات عسل النحل. لا، منتجات نحل العسل. هنشوف بعد شويه، هو مش موضوعنا بس هنشوف بعد شويه. هو الصح منتجات نحل العسل، لانه النحل مش كله بينتج عسل، في 22000 نوع من النحل. شكرا على المعلومه ده دكتور. لا حاضر، ممكن في وقت جديد كده ابقى اشرح لك الموضوع. يبقى انا عايز اشوف المنتجات اللي بينتجها النحل بتاع العسل. تمام يا حضرات، ده العنوان الموضوع بتاعي. او عموما اول شريحه بيفتح عليها البرنامج عندك اسمها التايتل سلايد. التخطيط بتاعها اسمه ايه؟ شريحه عنوان او تايتل سلايد. طب اعرفها ازاي دي انا؟ قال لي بص من قائمه هوم او توليبه رئيسيه كده وتدوس على ايه؟ على اللي اوت. ودوس على اللي اوت كده هيقول لك تخطيط الشريحه اللي انت واقف عليها دي نوعه ايه؟ يبقى من قائمه الرئيسيه او الهوم، واول مجموعه او ثاني مجموعه عندك اسمها المجموعه سلايدز او مجموعه شرائح، هتلاقي حاجه اسمها لي اوت او تخطيط. اوقف عليه كده هتلاقي عندك 9 تخطيطات جاهزين. انت طبعا تقدر تبدل بينهم. فتلقائي كده اول شريحه عندك اسمها ايه؟ اسمها التايتل سلايد. والشريحه دي هتلاقي فيها مكانين للكتابه، المكان ده والمكان اللي تحته، طبعا ايه؟ عنوان رئيسي وعنوان فرعي. لو عايز تغير بقى كل عليك تقول مثلا خليها تايتل اند كونتينت، عنوان ومحتوى زي كده، تابوك عنوان فوق ومحتوى تحت. لو عايز تغيرها مثلا تخليها فاضيه او تخليها مثلا تو كونتينت كده، تابوك تو كونتينت يكون محتوى ومحتوى الى اخره. طبعا كل واحد بيعمل بالشكل اللي يناسبه، لكن في غالب الاحيان اول شريحه انت بتخليها عنوان للملف بتاعك، فاحنا هنخليها زي ما كانت تايتل سلايد. طيب انا دلوقتي حابب، طبعا موضوع التنسيق انا هسيبه دلوقتي، هسيب موضوع التنسيق دلوقتي، لكن سؤال بيطرح نفسه، لو انا حبيت اضيف شريحه جديده اضيفها ازاي بقى؟ وهنا هنلاقي اختلاف ما بين الاوفيس 2010 والاوفيس 2007 و2003 وما بين الاوفيس الحديث. عندي اول حاجه في التبويب انسيرت او ادراج. يا دكتور من هون ممكن نختار نيو سلايد. ايوه، ما انا هقول الاثنين دكتور. عندي من التبويب انسيرت ادراج، وعندي من التبويب هوم او رئيسي، وعندي الامر الثالث اللي هو كنترول ام، وعندي قائمه كليك يمين. فكل عليا ممكن اجي من قائمه او من تبويب هوم رئيسيه. لو حبيت اضيف شريحه انا عايز تخطيطها بشكل معين، ما ادوسش على النيو سلايد، ادوس على السهم اللي تحتيه واختار التصميم اللي انا عايزه من هنا كده. كده مثلا عايز مثلا شريحه فيها عنوان ومحتوى، ادي عنوان ومحتوى، ضفت شريحه فيها عنوان ومحتوى. طب لو انا عايز شريحه وخلاص مش لازم ادوس على السهم، انا ادوس على الكلمه نفسها او الشكل نفسه، هو هيدرج لي شريحه بس هو هيختار التصميم بتاعها بناء على الشريحه اللي قبليها. يبقى انا دوست على الرمز هنا الشكل هنا، هو هيدوس او يضيف لي شريحه جديده بناء على التصميم اللي قبله. لكن لو انا عايز شريحه بتخطيط معين فبدوس على السهم الصغير ده واختار التخطيط اللي انا عايزه. انا عايز اقول مثلا انا عايز شريحه فاضيه بلانك، ايه كده اضرب لي شريحه فاضيه. هو الوقت يبدو ان هو خلاص هينتهي، فانا يعني ايه هتوقف هنا عشان نبدا الامر الثاني او قائمه انسيرت مع بدايه الوقت الجديد. ماشي يا حضرات؟ فاحنا كده هنا حاليا بندرج شرائح جديده. الطريقه الاولى من قائمه على طول مباشره اول ما يقفل هنفتح ثاني على طول. تمام. احنا كده خدناه الاول من مجموع من تبويب هوم، هناخد الوقت بعد شويه من تبويب ادراج او انسيرت ان شاء الله.